شافي وعافي شافي. يا الله يا الله يا الله يا الله. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. سيدي ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة بيا حال أصبحت، قال تبدي النياحة ألحانا فألحانا. مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا. عندما انقطع ظنها لا حسينا ولا عباسا، عاد المرء من تنهض من تلتجئ، تلتجئ إلى الحماة، لكن أين حماة زينب؟ كلهم صرعى على واهجة الرمضاء. مدت طرفها إلى جهة الغريب، ويل عندك حاجة ويل عندك مريض. مد يدك مع الحوراء زينب هذه الليلة، تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا. كأن يسألها كيف الرعاة أصبحوا هكذا، قالت وغاب عن المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا، ومن يؤوي يتامانا. إن عسعس الليل وراء بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصايا
يمحي أبدانا. صحت وين الطارش اللي يقطع البيد وياخذ معصبي وشكواي بيد. اشتردين زينب قالت وين الطارش اللي يقطع البيد وياخذ معصبي وشكواي بيد ويوصل للغرب هاللي اريد. والله يوصل للغريب غلي الاريد ويصيح بصوت وينك يا الصمد يا الصمد يا ابويا يا علي يا علي يا ابويا يا علي زينب وحيدة وهذه كربلا ما هي بعيدة بعيدة يا ابويا حسينكم حز وريد يا ابويا حسينكم يوم حز وريد. صحت بويا شت الضعان يا هلقان ما شئت ما شئت علي وترضى الغرب للضعن يا ابويا. والله ما شئت انت الكم يتيم الدميع مشيت مشيت. والله عجب ما نشفت دمعة رقي يا عجب ما نشفت دمعات رقي. بعد وين توجهت زينب قال وتنثني تارة تدعو مشايخها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا. صاحت من يرقى السبوق أو يقطع البار ويوصل حيها ويا الفجر يا طار لو صاح الأذان الله وأكبر بين بيوتنا يقومي تخطار ويطر ديوان عبد المطلب طار وينادي وين حمزة وين جعفر ترى ظلا بالبرار بنات حيد يا ظلا بالبرا يا 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 ابنات حدا يا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله إنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لتنوير قلوبنا بنور الإيمان ولقبول أعمالنا وللإزدياد في توفيقاتنا
ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، نصلي معا على محمد وآل محمد. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي هو جوهرة الوجود، عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء بأسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه، فيخاطب الأنبياء بأسمائهم. لكن عندما يصل الأمر إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نجد لمرة واحدة الله خاطب الحبيب المصطفى باسمه صلى الله عليه وآله، وإنما دائما الخطاب: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. إن دل على شيء يدل على عظمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. فالله رب الناس، رب العالمين. لكن تعال معي، عندما الله جل في علاه يخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نجد عبارة الخطاب ربك، كمثال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. لربك، هذه عبارة ربك تكررت في القرآن 240 مرة، كأن في الوجود ما من شخص سوى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هو الرب جل في علاه، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو العبد الوحيد الذي في الوجود كله. فمئتين وأربعين مرة الله خاطب الحبيب المصطفى بهذا اللفظ. في سورة الكوثر، وهي أصغر سورة في القرآن الكريم، نجد على أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة اللي هي تحتوي على 3 آيات خاطب الحبيب المصطفى 5 مرات: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. 5 مرات الله خاطب بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نذهب إلى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونريد الوقوف على تلك الروضة الطاهرة، لكن نسمع أمور تؤذينا بالواقع. إذا وقفنا على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمنا عليه، قال اذهب، هذا شرك. عجيب، السلام على رسول الله وزيارة قبر رسول الله، هل هي شرك؟ والتعابير التي نسمعها من هؤلاء، كيف يصفون الحبيب المصطفى؟
يقول لك محمد مات. محمد مات، عجيب. ما يقول رسول الله، لا محمد، كأنه من أترابه أصدقائه. الله جل في علاه ما خاطبه، ما خاطبه باسمه صلى الله عليه وآله، وهذا غاية من الإجحاف بحق رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول لك محمد مات، الآخر ما الذي يقول؟ كيف يتجاسر على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول محمد اليوم لا يضر ولا ينفع. عجيب، محمد لا يضر ولا ينفع، يتجاسر ويتمادى في تجاسره. عذرا سيدي أبا عبد الله، ما الذي يقول؟ يقول عصاي التي أتوكأ عليها هي خير من رسول الله، خير من محمد. بالله عليك، هل هذه حقيقة يعني؟ هل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الليلة نريد أن نأتي إلى القرآن الكريم، حتى القرآن الكريم يعرفنا مقامات الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. شنو من مقامات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من أعظم المقامات التي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله جل في علاه يقول في سورة آل عمران آية 81، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق عهد، من أخذه الله؟ الآية المباركة تقول من النبيين. كم عدد الأنبياء؟ 124,000 نبي. يقول الله اختار 124,000 من دون عنوان، اختارهم، أخذ منهم عهدا وميثاقا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني لا نبوة ولا رسالة راح تحصلون، لا أعطيكم أمرين إلا عبر شرطين. شنو ذن الأمرين؟ الأمرين وضحت الآية المباركة، كتاب وحكمة، الشرطين ما هما؟ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، شرطين، لتؤمنن به ولتنصرنه. إيمان برسول الله ونصرة. في أي زمان هذا؟ الله جل في علاه يقول في عالم الميثاق، عوالم مرينا بيها، وأمامنا أيضا عوالم تنتظرنا. شنو العوالم اللي مرينا بيها؟ مرينا في عالم ذر، في عالم ميثاق، بعده في عالم أصلاب، بعده في عالم أرحام، والآن في عالم دنيا مو؟ بعدها سوف نمر بعالم قبر برزخ، وبعدها في عالم الآخرة يوم القيامة. فالله يحدثنا عن ثاني العوالم اللي مرينا بها، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين،
لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شنو من عهد وميثاق قليظ هذا؟ الآية اللي بعدها بالواقع توقف العقل. الله جل في علاه يخاطب أنبياء، تأملوا العبارة، ما يخاطب عامة الناس، أنبياء رسل. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله أكبر. الذي لا يفي بهذا العهد ولا يفي بهذا الميثاق الله شو يسميه؟ يسميه فاسق. فالله جل في علاه أحبتي يقول أنا ما أعطيت مقام القرب، ما أعطيت نبوة ولا أعطيت رسالة لأي نبي من الأنبياء إلا بعد أن أذعن بمقامات محمد صلى الله عليه وآله. محمد وآله. بعدين بعض الجهلة عندما نقول يا رسول الله مدد، يا رسول الله أدركني، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله شافي وعافي، فلان مريض مو؟ البعض يقول هذا شرك عجيب. الله يقول أنا مقام، وهذا المقام اللي هو فقط بيدي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. مقام جعل الخليفة بيدي من؟ بيد الله. غير الله يستطيع؟ لا يستطيع. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالله جل في علاه يقول هذا المقام خليفة الله لا يعطى إلا عبر من؟ عبر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا المقام يحتاج إلى توسيط. توسيط من؟ توسيط الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يركز القرآن؟ يقول لتؤمنن به ولتنصرنه، ويأخذ من الأنبياء ذاك العهد والميثاق. تعال معي إلى آية أخرى في العهد والميثاق، وكيف النبي يختلف مع الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذنا ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أرجوك تأمل العبارة. الله يقول أنا أخذت الميثاق من الأنبياء، ويركز على أنبياء أولي العزم. يقول أخذت منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، لكن عندما يصل الأمر إلى هؤلاء الأربعة يقول أخذنا منهم ميثاقا غليظا، بخلاف الميثاق اللي أخذنا منك. الميثاق الغليظ أخذ منهم لا منك أنت يا رسول الله، أنت حسابك على حده، أنت سيد الوجود، أنت جوهرة الوجود يا رسول الله.
ولذا نجد أن الله جل في علاه حتى في مقام القسم كيف يقسم؟ يقسم ويقول لعمرك. الله أكبر. شايف واحد صديقك حبيبك عزيز على قلبك وأنت عزيز على قلبك من يحكي وياك يقول لك وحياتك وحياتك، فالله هكذا يخاطب الحبيب المصطفى لعمرك، وما خاطب بها سوى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن قبل أن أذكر هذا المقام أرد أسأل سؤال، كلمة كثير ما نكررها وهي كلمة الشاهد أو الشهيد، مو الشاهد. اليوم قضية في المحكمة، فلان مدعي وفلان مدعى عليه. عادة في هكذا قضايا البينة على من؟ على المدعي. شخص الذي يدعي دعوة يجب عليه أن يأتي بشهود، مو؟ يابا عندك شهود؟ قال بلى، فلان شاهد فلان شاهد. القاضي يسألهم أنتم كشهود شفتوا؟ رأيتم بعينكم؟ واحد يقول له لا والله أنا سمعت من فلان، هذا اللي يقول سمعت من فلان شهادته مقبولة؟ ما مقبولة. شهادته غير مقبولة، مرفوضة. من هو الشاهد إذن؟ الشاهد الذي يرى بعينه، هذا شو يسمى؟ يسمى شاهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالرسول قبل أن يكون مبشرا ونذيرا كان شنو؟ كان شاهدا. شاهد على شنو؟ شاهد على شنو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية مختصة بمحمد وآل محمد. الإمام الحسين سلام الله عليه ونحن الآن بحضرته صلوات الله وسلامه عليه، شاهد علينا لو ما شاهد علينا؟ شاهد. مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، شاهد لو مو شاهد؟ شاهد. في سورة التوبة نقرأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فرسول الله يرى والمؤمنون من هم؟ المؤمنون هم آل محمد صلوات الله عليه. ولذا عندما نقف على قبور أئمتنا شنو عقيدتنا؟ أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي، تشهد مقامي، تجاي تشوفني، بخلاف ما يدعيه البعض اللي يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إي بابا ذولا صنم، ذولا من دون الله. لكن يأتون ذولا أصحاب القرآن اللي يسميهم جماعة عظيم، آية اللي تنفعهم من القرآن يأخذوها، والآية اللي ما تنفعهم من القرآن ما يأخذون بيها.
هل آل البيت ما يسمعون دعائنا؟ هل النبي لا يسمع؟ وبنص القرآن الكريم، القرآن يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله يرى، رسول الله يرى، وآل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يرى. شوفون، لكن المقام الذي هو أعلى من هذا، شنو المقام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. أرجوكم تأملوا العبارة، تأملوا هاي الآية القرآنية. يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. موسى يأتي يشهد على أمته، عيسى يشهد على أمته، أيوب، يوسف، يعقوب، كل الأنبياء. يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك. أي كاف الخطاب لمن؟ لمن أحبتي؟ للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هؤلاء من هم؟ من هم؟ هؤلاء هم الأشهاد. الأنبياء تشهد على أممهم، والنبي شاهد على من؟ على الأشهاد. يعني شاهد على عيسى، شاهد على موسى، شاهد على آدم، شاهد على الأشهاد. بعدين يجيك شخص لا يعرف أي طرفيه أطول، يقول لك النبي عندما نزل عليه الوحي وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وبداية الوحي ما عرف ما الذي يصنع، أراد أن يلقي بنفسه من شاهق، وراح لفلان وفلتان وقال له: لا أنت خوش إنسان، وأنت إنسان طيب، وهذه آثار نبوة. عجيب، أهذا هو رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، قبل خلقة آدم، قبل خلقة آدم. وهذه الآية المباركة تدل على الخلقة النورية للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. أحبتي، اقرأوا الكافي الشريف، وأقرأوا الروايات التي في الخلقة النورية لآل البيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا جابر، إن أول ما خلق الله نور نبيك. يا جابر، قبل أن يخلق سماوات، أراضين، أي شيء ماكو في الوجود، كان ولم يكن شيء، فخلق نوري ونور علي بن أبي طالب. صل على محمد وآل محمد. وآدم عندما الله خلقه رفع رأسه، نظر إلى ساق العرش، مكتوب على ساق العرش: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، صلوا عليهم. صل على محمد وآل. يا رب، من هؤلاء؟ شنو هذه الأسماء؟ وعلم آدم الأسماء، شنو هذه الأسماء؟ فقال الجليل جل في علاه: هؤلاء من ذريتك يا آدم. دول من ذريتك، لكن يا آدم لأجل هؤلاء خلقتك. مو بس أنت، لا، العالم كله، الوجود كله، لأجل عيونهم، لأجلهم، لأجل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فالله جل في علاه يقول:
يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فشاهد على من؟ على الأشهاد، رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلنا الشاهد من هو؟ اللي يشوف لو ما يشوف، الحاضر لو مو حاضر، حاضر لو غائب، لا حاضر. هذا نص قرآني، آية قرآنية، وتكرر هذا المعنى في أكثر من آية في القرآن. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. كيف يشهد لموسى وهو لم يكن حاضرا؟ كيف يشهد لعيسى وهو لم يكن حاضرا؟ فعندما نتكلم عن الخلقة النورية ويجي البعض يهرج، نقول له دقق في القرآن. أنت تزعم أنك تقرأ القرآن، لكن كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن أمرنا بالتدبر، القرآن أمرنا بالتأمل. لو تدبروا القرآن لأوصلهم القرآن إلى أي حقيقة؟ إلى حقيقة العظمى، وهي الولاية لمحمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. بعد الله سبحانه وتعالى، ما الذي يحدثنا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ القرآن يحدثنا عن موسى على نبينا وآله وعليه السلام، يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. فالأنبياء العالم كله يدور على شنو؟ يدور على رضا الله سبحانه وتعالى. وعجلت إليك ربي شنو هو؟ لترضى. هذا مع موسى، مع بقية الخلق. لكن إذا كان المناط رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو هو؟ ولسوف يعطيك ربك أنت ترضى. الله أكبر. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله. إخواني، أعظم عبادة وتوجه إلى الله وهي الصلاة. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. من أصول هذه العبادة وهي الصلاة، كل إنسان يريد أن يصلي لا بد أن يتجه لمن؟ إلى القبلة. مو إذا شخص ما يتجه إلى القبلة صلاته صحيحة أم باطلة؟ كم قبلة لدى المسلمين؟ كم قبلة؟ قبلتين مو؟ أول قبلة بيت المقدس، والقبلة اللي بعدها منه والآن هي مكة المكرمة. فأول قبلة للمسلمين بيت المقدس. بيت المقدس، واللي نشوف الصهاينة ما صنعوه من مجازر في غزة، غزة التي تنزف من أشهر، لا بس من سنوات، بمرأى ومسمع من المسلمين. نحن نقول أننا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وإننا تبع للحبيب المصطفى. ما الذي قال رسول الله؟
إن المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا مسلم يستنصرك وما تلبي دعوته، أنت مسلم؟ فأول قبلة للمسلمين بيت المقدس. الله ما الذي يقول؟ أرجوكم تأملوا أحبتي، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، المن الهدف إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فأساس القبلة إلى بيت المقدس لمن؟ أساسها تبعية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، نص قرآني. القبلة لاحقا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، شنو هو؟ ترضاها. فالقبلة لاحقا وسابقا شنو كانت؟ أساسها من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. سابقا لنعلم من يتبع، أكو تبعية لرسول الله لا. ولاحقا قبلة شنو؟ ترضاها، رضا رسول الله صلى الله عليه وآله، رضا الرسول. والله خاطب الرسول وقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله ما الذي أعطاه لرسول الله فرضي؟ شنو أعطاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. أعطاه فاطمة، فاطمة التي هي سر الوجود. من نقرأ حديث الكساء، في حديث الكساء الله يجعلها المحور، مو؟ من هم تحت الكساء؟ الجواب من الله: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، فهي سر الوجود، سر الوجود، روحي فداها. الله خلق كل شيء لأجلها ولأجل أبيها وزوجها وبنيها. فاطمة الكلش خلق لعيونها، عذرا سيدي أبا عبد الله، فاطمة الكلش خلق لعيونها، ليش فوق عيونها يسطرون؟ تأتي إلى قبر رسول الله تقول: أبا يا رسول الله، أو هكذا يصنع بحبيبتك؟ أو هكذا يصنع بصفيتك؟ قومك يا يابا مرعوني، وخلاف عينك روعون، والله روعوني، أنا بالباب لما نغيسون، والله بالباب لما نغيسون، ترى للحائط طليق عصرون. تقل أبوي لما صارت هجمة وعلى الدار، يا أبوي لما صارت هجمة على الدار، وقاموا يحرجون الباب بالنار، أنا لذت بيه وجرح صدري المسمار. تقل أبويا يا أبا كل قلب حالي، أنا يكسر عصرني العدو بالباب،
عصرا يا كسر ضلعي وسطرني شلون السطر يا والله غدا من غنها يا 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 ربع عيني ظلمة ناديت بويا بويا عادة تفقد أبوها يجونها الناس وعلى مصابها يواسون هاي عادة مو عادة تفقد أبوها يجون غير الناس وعلى مصابها يواسون يا اخي مثل يا اخي مثل دار يحرقون والله يحرقون وعلى دمعة عين يسطرون تقول له ابويا تشن كل الناس مديون اجوا للدار بالعتبة يطلبون ابويا يطلبونك بشيء ما قلت لي ابا يا ابويا تشن كل الناس مديون اجوا للدار بالعتبة يطلبون خفت للدار يا ابويا يطبون لذت بالباب يسترني من العيون من العيون عصروني وانا خلف الباب سيدتي مولاتي يا فاطمة لماذا لثت خلف الباب قالت رعاية للصون والحجاب والله إذا كان الزكية يتلوذ بالباب حتى ما تصدها عيوني لجناب والله عيوني لجناب زينب لا ذا تبدخان الأطناب وإذا كان الزكية تصيح يا ياب يا ياب يا ياب زينب من تصيح بصوت تنصاب كأني بغى منادي خويا الشمير والله ضامني خويا ضربني علمتوني وشت صحت خويا أنا مشيت درب الما مشيت وتتال خير افجيت انا من جلة الوالي نخيت نخيت شتم والدي وانكر وصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا يسر أمورنا اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الولاية والإيمان رحم الله من يقرأ الفاتحة من قبلها الصلاة على محمد وآل محمد